عثمان اللي ودعت للاسف منافسات سباق ال 100 متر فراشه. فريده عثمان لاعبه طبعا المنتخب الوطني للسباحه فشلت في التاهل للاسف لنهائيات سباق 100 متر فراشه بعد ما احتلت المركز ال 20 في الترتيب العام. فريده حققت زمن 58 ثانيه و69 جزء من الثانيه في السباق واحتلت للاسف المركز الاخير في تصفيات المجموعه الرابعه. يا جماعه عايزين يعني قبل ما نروح لمنتخب الريشه الطايره، ولكن عايزين نقول لحضراتكم انه فكره العدد اللي انت رايح بيه الاولمبياد ده انجاز. احنا اول مره نروح بالعدد الكبير ده في الاولمبياد، فبلاش الناس على السوشيال ميديا تنتقدوا في ابطالنا اللي هناك، لان انت النهارده لو بتتكلم على ارض الواقع، لو بتتكلم بلغه الرياضه، انت مش رايح تحقق ميداليه في كل لعبه، لا خالص. انت النهارده ان شاء الله في يوم من الايام هتبقى مصر بتحقق اكبر عدد من الميداليات، واحنا ماشيين في الطريق الصحيح تجاه ده، ولكن بلاش كل لاعب يخسر، طب ما يلا بقى ارجعوا، طب ما خلاص البعثه كده باقي فيها مين، طب لا بلاش الكلام ده، لان اولادنا دول فكره ان انت تتاهل من قارتك وانك تتاهل للاولمبياد ده بياخد مجهود كبير جدا جدا جدا، والصفوه اللي بيبقوا موجوده في الاولمبياد، فبلاش ننتقد في اللعيبه دي، وبلاش نقعد نقول انه ايه ده وازاي، لا الموضوع مش بالسهولة دي. يعني عندك في الهاندبول أفضل 12 منتخب على مستوى العالم هم اللي موجودين هناك، فبالتالي المنافسة مش يعني الفكرة المنافسة مش سهلة، الموضوع صعب جدا جدا، لأن ده الأولمبياد الحدث ليه بنقول عليه الحدث الأعظم، لأنه بيبقى فيه صفوة الرياضيين في كل الألعاب ومن كل دول العالم. كمان السباح مروان القماش ودع للأسف سباق 400 متر في المنافسات النهاردة. طبعا المنافسات صعبة جدا، السباحة بتتطلب أشياء عديدة جدا من بدني ومن شغل معسكرات وحاجات كتيرة جدا علشان أقدر أنافس بالشكل المطلوب. فواحدة واحدة على الناس يا جماعة، في سباقات تانية لفريدة ومروان إن شاء الله هيقدروا يعوضوا فيها، وإن شاء الله باقي بعثة السباحة تقدر تعوض. ومش بس كده، كل الألعاب بلاش حد يخسر فخلاص يبقى كده الدنيا صعبة، لا أنت رايح الأولمبياد وأملك في 3 4 5 ميداليات. أنا بكلم حضراتكم على أرض الواقع، أنا مش بكلم حضراتكم من أرض الأحلام، أنا بكلمكم من أرض الواقع. أنت النهاردة بتتكلم في 3 4 5 ميداليات بالكتير، لأنك افتقدت كمان فكرة ميدالية رفع الأثقال اللي كنت عاقد عليها أمل كبير جدا. فواحدة واحدة على ولادنا وأبطالنا اللي تأهلوا بصعوبة جدا علشان يبقوا موجودين في الأولمبياد، وإن شاء الله كل التوفيق لكل الناس. طيب نروح لمنتخب الريشة الطايرة اللي بيخسر أمام اليابان في زوجي السيدات. المنتخب الوطني طبعا للريشة الطايرة خسر أمام المنتخب الياباني صاحب الأرض في جولة من منافسات زوجي السيدات. الفريق المصري طبعا ضم كل من هادية حسني وضحى هاني، وخسر أمام الثنائي الياباني بنتيجة 2-0. الشوط الأول خلص بنتيجة 21-7، أما الشوط الثاني فخلص لصالح الفريق الياباني برضو بنتيجة 21-3. النهاردة كمان منتخب زوجي المختلط اللي بيضم أدهم حاتم وضحى هاني خسر قدام منتخب الثنائي الصيني بنتيجة 2-0. كل التوفيق لولادنا في الإيفنتات اللي جاية وفي الرياضات المتبقية، احنا وراهم طول الوقت في طوارئ.